ما هو مرض الزهايمر؟ وكيف أعرف إني مصاب بمرض الزهايمر؟ هل عندك أنت، أيوة أنت عندك زهايمر، وأنت عندك مشاكل في الذاكرة؟ إيه الفرق بين مشاكل الذاكرة والنسيان ومرض الزهايمر؟ وما هي أهم الأسباب لمرض الزهايمر؟ وما هي أعراض مرض الزهايمر؟ وطرق تشخيص مرض الزهايمر؟ موضوع مهم جداً، وناس كتير جدا منكم انتوا طلبوه من متابعي القناة، علشان كده عملنا الفيديو ده، اتمنى يعجبكم. مش هطول عليكم كتير، تعالوا كده نشوف مع بعض. ورجع لكم تاني، معكم دكتور ماجد المنقبادي، قناة طب وتنمية بشرية، اخوكم بكوز طب عين شمس 91 ميستين من المانيا 99. شكرا ان انتم متابعين القناة، وشكرا ان انتم بتشوفوا الفيديو ده، واتمنى يا رب انكم تنشروه وتبعتوه لاصحابكم، علشان الفايدة الصحية تعم في كل مكان. ادخل في الموضوع، ما هو مرض الزهايمر؟ الحقيقة ان مرض الزهايمر ده هو خلل دماغي يدمر خلايا المخ، وهو أحد أمراض الشيخوخة، ولكن ليس كل أمراض الشيخوخة زهايمر، بل إنه يمثل نسبة 60% فقط من أمراض الشيخوخة. مرض الزهايمر كان فيه طبيب ألماني اسمه ألوسي ألتزهايمر، عمل فحوصات سنة 1906، من زمان قوي، وجد إنه فيه تغيرات بتحصل داخل المخ بتدمر خلايا المخ، مما يؤدي إلى مشكلات في الذاكرة والتفكير والسلوك، وتؤثر بشدة، وهتكلم على الكلمة دي بقى، تؤثر بشدة في عمل وحياة الشخص المصاب ونمط حياته الاجتماعي، فيتدهور وضع المريض المصاب بمرور الوقت. يعني الموضوع بيجي بالتدريج. هنعرف بعض طرق العلاج جوه الفيديو، ولكن للأسف مفيش علاج نهائي لمرض الزهايمر، لكن اكتشافه المبكر هيساعدنا كتير. أسباب مرض الزهايمر، أهم سبب طبعا تقدم السن. مرض الزهايمر يا جماعة بيحصل تحت سن 60 بنسبة 1 إلى 1000 في العالم كله. فوق سن 60 بتبتدي النسبة تزيد تزيد تزيد، لتوصل عند سن 90 لـ50%. نمرة 2 الوراثة. نمرة 3 مريض عنده اكتئاب وما تعالجش، ده من أهم الأسباب. نمرة 4 عوامل نمط الحياة والظروف المرتبطة وأمراض تانية زي السكر وأمراض القلب والضغط والغدة الدرقية. من العلامات الأولى لمرض الزهايمر مشاكل قليلة في الذاكرة الحديثة، بس دي مش معنى أن أي واحد بينسى حاجة يقولك لا النسيان ده نعمة من عند ربنا، أو نسيان الأحداث الحديثة خالص، يعني مثلا رئيس أمريكا مات امبارح أنا نسيت الموضوع، وكمان نسيان أسماء الأماكن وأسماء الناس. مع تطور الحالة تصبح مشاكل الذاكرة أكثر حدة، وممكن تتطور لارتباك ونسيان للأماكن المعروفة، واحد نسي بيتهم فين، مشاكل وتعلثم في الكلام واللغة، تغيرات في الشخصية، كمان هلوسة في الآخر بقى، هتشوف المراحل هلوسة. قبل ما أقول المراحل لازم نعرف ما هي العلامات والأعراض المبكرة للإصابة بداء الزهايمر، لأن المراحل دي يا جماعة بتيجي بالتدريج. يعني اقول لك نقص في الذاكره يحصل بدرجه بسيطه في الاول، ثم اصعب ثم اصعب ثم اصعب. ايه هي الحاجات دي؟ قصور في الذاكره زي مثلا صعوبه تذكر الاحداث، صعوبه في التركيز والتخطيط لحل المشكلات، مشكلات في انهاء المهام اليوميه في البيت او في العمل زي الكتابه او استخدام ادوات المائده عند الطعام، او الخلط بين الاماكن، أو الخلط بين الأوقات أو التواريخ. المرحلة الأولى من المرض، المرحلة الأولى إن الإنسان ينسى الأحداث الحديثة، ودي إحنا كلها بتحصل معانا. واحد بيفتح التلاجة يقول يا ربي وأنا كنت فاتح التلاجة ليه، بيدخل أوضة بيقول له دخلتها ليه. مش هو ده الزهايمر. الزهايمر إن أنسى أحداث مهمة جدا حصلت قريب خالص. يعني مثلا حد اتصل امبارح وقال لي على حاجة، خبر مهم جدا انساه، يبقى كده بدينا ندخل في الاعراض البسيطة بتاعت الزهايمر. كمان القدرة على التفكير واتخاذ القرارات السليمة، تلاقي الواحد متلخبط مش مركز، دي بدايات المرض. المرحلة التانية بقى دي مرحلة بنبتدي بقى نعرف كناس حواليه وكده ان ابتدى الموضوع معاه بقى. يعاني الاشخاص في المرحلة التانية
تغيرات في الذاكرة والقدرة على التفكير تؤثر على حياة الشخص وعلاقاته، تتأثر قدرة الشخص على اتخاذ أي قرارات. تقول له يا جدو تعال نروح معايا المشوار، يقول لك حاضر، كمان شوية ينسى إنه قال لك إن هو رايح. يبقى إذن المرحلة الثانية الضعف الإدراكي المعتاد. الحالة الثالثة مرحلة الخرف أو التخريف البسيط، وهنا بنبتدي ندور على تشخيص، لأنه الخرف البسيط ده بيصبح واضح لدى الناس اللي حواليه والأطباء اللي حواليه إنه فعلا في مشكلة عند هذا الشخص. ايه الاعراض المصاحبه للمصاب للفتره دي؟ فقدان الذاكره للاحداث القريبه بطريقه فظيعه، يواجه الشخص وقت صعب لتذكر المعلومات والاحداث الحديثه. تقول لي فاكر حاجات من سنه 50، اقول لك لا، هو فاكر اللي حصل امبارح ولا فاكر اللي حصل الاسبوع اللي فات ولا، هو ده الزهايمر. نمره 2 صعوبه في القدره على حل المشكلات او القيام باي مهمه معقده. يعني مثلا لو اديته بيضه يعملها ممكن يعملها، لو تقول له اطبخ او تقول لها اطبخي، انا كنت بطبخ كتير زمان مش عارفه. مريض الزهايمر ده بيجي في المرحله الثالثه ويصبح اكثر هدوءا وانطوائيه، خصوصا في المواقف الصعبه اجتماعيا. وزي ما قلنا كمان بيحصل عنده صعوبه في تنظيم الافكار، زي العثور على الكلمات المناسبه لوصف الاشياء. يعني ايه مثلا؟ يقول لك اديني البتاع اللي بنقطع بيها دي، وكمان شويه يفتكر كلمه سكينه. مرحله نمره 4 مرحلة الخرف المعتدل، دي بقى فيها اضطرابات اكتر من الذاكرة، ضعف اكتر في الوظيفة الادراكية، يحتاج المريض فيها الى مساعدة في الحياة اليومية، مش قادر يعمل حاجته بنفسه، مش قادر يحفظ عنوان بيته، محتاج حد يساعده في اختيار ملابسه، ممكن يلبس ملابس مراته من غير ما يقصد. ابتدى ينسى بقى الحاجات القريبة خالص، ينسى اسم طفله، ينسى اسمه، ينسى الاكل بتاعه. مرحلة 5 والاخيرة وهي اصعب مرحلة، مرحلة الخرف الشديد. ده بقى ما يقدرش يطلع من البيت لوحده، لو طلع حيتوه مش هيعرف يرجع. ده بالنسبة للمراحل بتاعة الموضوع. ما هو التشخيص؟ التشخيص اولا الدكتور بيجمع المعلومات عن المريض وعن عائلة المريض والتاريخ المرضي، لانه في نسبة وراثة، وبعد كده يبتدي يعمل له بعض الفحوصات. اول الفحوصات جلسات مع المريض لتقييم حالته العصبية والعضلية، ويكشف عليه الدكتور كشف عصبي ونفسي كامل. نمرة 2 يعمل له بعض التحاليل المعملية، لانه ممكن جدا ان كل الاعراض دي تكون بسبب مرض تاني، امراض في المخ وامراض كتيره جدا ممكن تتعمل اشعاعات على المخ. ويقعد مع احد افراد الاسره ويجمعهم كمان هما الاثنين في جلسه واحده، والطبيب بقى بيعمل ايه؟ يشوف الحاله العقليه والتفكيريه للمريض. هل المريض عنده ضعف في الذاكره الحديثه؟ هل عنده ضعف في الذاكره القديمه؟ يبقى مرض تاني مش زهايمر. هل حصل تغيرات في شخصيته والسلوكيات؟ ومدى تأثير مشكلات التفكير على قدرة المريض على العمل وحياته اليومية؟ دي كانت فكرة عن هل عندك زهايمر ولا، وإيه أسباب الزهايمر والتشخيص والعلاج. أتمنى تكون حلقة مفيدة لكم. هنعمل حلقة مخصوص إزاي أتعامل مع مريض زهايمر عندي في البيت. اكتبوا لي في التعليقات لو عندكم حد عنده زهايمر عشان نراعي النقطة دي في الأسئلة. عندنا خاصية اسمها جوين، خاصية اسمها ثانكس أو تشكرات، دي لتشجيع القناة، دي بتدينا دافع معنوي ونفسي إن احنا نكمل معاكم ونحضر لكم فيديوهات. مستني أسئلتكم ولايكاتكم واستفساراتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنمية بشرية.